على كل حال عبر الهاتف ينضم الينا السيد عبد الستار حتيتا الكاتب والمحلل السياسي. استاذ عبد الستار ارحب بك. يا مرحبا، اهلا وسهلا. دعني ابدا معك اذا من البدايه عن تعليقك لهذه الزياره الغير معلنه التي قام بها اردوغان الى تونس. يعني اعتقد ان الزياره التي جاءت بشكل مفاجئ اعتقد الى حد كبير انها فرضت بطريقه او باخرى على الرئيس التونسي قيس سعيد، لانه معلوم ان حزب النهضه او حركه النهضه في تونس، وهي حركه تابعه لتنظيم الاخوان، لديها ابواب مفتوحه ونوافذ مشرعه مع الجانب التركي الذي يحابي التنظيم الدولي للاخوان والتنظيمات الارهابيه والمتطرفه. اذا افهم من حديثك سيد عبد الستار ان هذه الزياره التي قام بها اردوغان تم فرضها من حزب النهضه على قيس سعيد. يبدو ذلك الى حد بعيد، لان الرئيس قيس سعيد استقبل في الاسبوع الماضي وفد من المجلس الرئاسي وتحدث مع الرئيس سعيد على ان يدخل في الاتفاقيه البحريه الموقعه ما بين تركيا والمجلس الرئاسي، وان يعني يدخل في الحلف التركي القطري، والرئيس قيس سعيد رفض ذلك رفضا قاطعا ونأى بنفسه عن مثل هذا النزاع الذي تريد تركيا وقطر أن تدخل فيه المنطقة. وأعتقد لهذا السبب تدخل التنظيم الدولي وتدخلت قطر. نعم. وتدخل حتى الحزب الحاكم في تركيا من أجل تهيئة الأوضاع لمثل هذه الزيارة التي يعني يبدو من طبع العام أنها ترمي إلى إثارة القلاقل والشكوك في المنطقة. نعم، في هذه النقطة تحديدا سيد عبد الستار، يعني هذه الزيارة التي قام بها أردوغان إلى تونس كانت زيارة غير معلنة إذا صح القول، وبالتالي ذلك يجعلنا نسأل ما الذي كان يريده أردوغان من هذه الزيارة؟ ما الاتفاقيات التي كان يطمح إذا صح القول الوصول إليها في هذه الزيارة؟ طبعا معروف أن هناك اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي أقحمت تركيا نفسها فيها وجعلت حدودها البحرية تمتد إلى السواحل الليبية، ويعني يعني يعني هذا الاتفاق يعرقل الكثير من المشروعات الكبرى الخاصة بالغاز والتي تشترك فيها مصر مع قبرص مع اليونان للتصدير إلى أوروبا. هذا أمر. الأمر الآخر معروف أن تركيا تقوم بإرسال الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، عدد كبير منهم يدخل عبر تونس. وللأسف الشديد هناك متنفذين في بعض المؤسسات التونسية تابعون لجماعة الإخوان بمن فيهم بعض المسؤولين في المطارات التونسية. هؤلاء يغضون الطرف خلال الشهور الماضية وخلال السنوات الأخيرة، يغضون الطرف عن الإرهابيين الذين يصلون بالطائرات إلى المطارات التونسية ويتركونهم للعبور من الحدود التونسية إلى داخل ليبيا. نعم. أعتقد أن الرئيس أردوغان يعني يريد أن يحقق أكثر من هدف، سواء هدف اقتصادي عن طريق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، أو هدف أمني وعسكري من خلال إثارة مزيد من القلاقل والفوضى في الدولة الليبية. نعم، سيد عبد الستار، الآن بعد أن أصبح هناك رئيس منتخب من الشعب التونسي وهو قيس سعيد وتولى منصب رئاسة تونس في الوقت الماضي، كان هذا هو أول رد فعل وهو وجود زيارة أردوغان إلى تونس. أقصد هنا أو أتحدث عن رد فعل الشارع التونسي بعد هذه الزيارة الغير معلنة، كان هناك رد من الأحزاب التونسية برفض هذه الزيارة. السؤال الآن، ماذا عن قيس سعيد؟ هل ننتظر تبرير من قيس سعيد إلى الشعب التونسي عن هذه الزيارة؟ هو يبدو أن الرئيس قيس سعيد لديه من الشجاعة لكي يقول أمام أردوغان أن تونس لا علاقة لها بالنزاعات الإقليمية والاتفاقيات الموقعة ما بينها وبين ليبيا. يعني هو أشار إلى هذا المعنى في وجه الرئيس التركي، وهذه يعني خطوة ونقطة إيجابية بالتأكيد بالنظر إلى هيمنة حركة الإخوان على رئاسة البرلمان في تونس. لكن هذه الزيارة أدت إلى مخاوف شديدة من جانب كثير من القوى الاجتماعية والأحزاب التونسية، لأن هناك خشية من أن تلتف حركة النهضة فيها لمزيد من النفوذ التركي في تونس.
نعم، طب كيف تابعت ردود فعل الأحزاب السياسية في تونس عن هذه الزيارة؟ يعني ربما منذ قليل كنت أقرأ، بالطبع استمعت إلي وأنا أتحدث عن ما جاء في تقارير الأحزاب التونسية التي خرجت منددة لهذه الزيارة والتي تتحدث عن حق الجيرة والأخوة فيما يتعلق أو يشار بها إلى ليبيا. إذن كيف ترى تعليق الشارع التونسي والأحزاب التونسية على هذه الزيارة سيد عبد الستار؟ اعتقد ان التونسيين يعني وهم ينتقدون زياره الرئيس اردوغان لتونس ينظرون بعين الشك والريبه الى موقف حركه النهضه وتنظيم الاخوان في تونس، يعني الذي تمكن من الوصول الى بعض مفاصل الدوله خلال السنوات الاخيره واختتمها بالحصول على اغلبيه في البرلمان، يعني اغلبيه ضئيله لكنه دخل في تحالفات والتفافات من هذا النوع ادى الى ان يكون رئيس البرلمان. أعتقد أن الزيارة سوف تقوم بفرز القوى الوطنية التونسية عن القوى الإخوانية والقوى التي تدور في فلك الإرهاب، وهذا أمر ستكشف عنه الأيام المقبلة. يعني لا يمكن أن يتم ترك تيار موالي لقوى أجنبية مثل حركة الإخوان في تونس وتلتف من وراء السلطة التنفيذية ومن وراء الإرادة الشعبية لإقحام دول أخرى مثل تركيا أو أنظمة موالية للإرهابيين للعبث بالأمن التونسي ودول الجوار وعلى رأسها ليبيا. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف سيد عبد الستار حتيتة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.